نشوف منو اللي راح يبقى ويانا واللي راح يغادرنا. بس اكيد شكرا لكل جهودكم المبذوله. القرار قرار اللجنه. اكيد الكل قاعد ينتظر قرار اللجنه، بس صدقوني الكل تعبوا، الكل اجتهدوا، قدموا اطباق حلوه، اطباق جميله. شكر وتقدير خاص لكل الموجودين اللي شاركوا ويانا، لكن بعد هذا قرار اللجنه ما نقدر احنا نعبره. وتعرفون هذا القرار انه ما بي الصداقه والمحبه، هاي وحد، لكن قرار الاكل قرار حاسم. اللي راح يبقى ويانا كل الهلا بيه، واللي راح يغادرنا نقول له قلوبنا كلها وياك. صدقوني اللي راح يغادرنا مو بمعنى انه مو شيف، لا بالعكس، شيف ومن الطبقه الاولى، لكن عنده مثلا شغلات انه ما صارت او صارت بها انتكاسه، مو صح شيف؟ او ما قدم الطبق الاصلي اللي ردناه، او قسم شغلات ما مستويه بحيث من نقدمها احنا بالمطعم راح يمكن يذبوها، مو؟ او يصيحون علينا او ما يتقبلوها. شكرا لكم مره ثانيه، راح اذيع اسماء اللي راح يغادرونا. طبعا حزينين احنا جدا، ثقوا بالله العظيم، يعني انا من يمي حزينه لان انا ما راح اشوفهم، يجوز يعني بالحلقه الثانيه والثالثه والرابعه الى الحلقه 12. لا حد يزعل علينا، واحنا كنا اخوان. اللي راح يغادرنا الشيف بان، سمعوني صفقه الها، واحنا اسفين جدا. اللي راح يغادرنا الشيف جنان، اللي راح يغادرنا الشيف محمد، اللي باقي ويانا الشيف مالك، مازن، احمد، ابتسام، وقاسم، واحلى صفقه لهم. قبل ما تغادرون اريد اقول للاخوان اللي طلعوا من البرنامج، هديتي لهم راح تكون غير شكل. بعد انتهاء تصوير البرنامج راح اسوي لهم دورات مكثفه.